اخوان مرحبا بكم في فيديو جديد مع اخوكم بهيج الفا التفرقيه والعالميه. كيما هذا عنده ماتش كريطة العالميه والتفرقيه. وفي هذا الفيديو في هذه الحلقه غنعمل واحد الرياكشن عالميه على واحد القانون اللي دابا يدخل في حيز التطبيق اللي تيقول لك باللي سميت اما واحد حسب وزير العدل والحريات اسمع اللي تسبب في حمل غير شرعي غادي يصرف على الولد حتى يوصل ل 21 سنه. وتعالى نسمعوا هذا سميتو. اسمع دوك الاطفال ديال النساء العازبات اولا انا ما ندخلش فيه، ولكن داك الطفل راه مغربي راه عنده نفس الحقوق، خصنا نهتم به ونوفر له شروط، وإلا كان ضروري نعوض المرأة باش تقابلو نعوضها. يعني وبالنسبة للا دي ان شنو الموقف ديالكم في إثبات؟ لا دي ان طرح مشكل في القانون الجنائي، طرحنا هذا النقاش كبير، هذا النقاش طويل، أنا جالس نضل ليا في هذيك الوزارة غير كنفكرو. كان عندنا نقاش عميق في هذا الموضوع. أولا تطرح جوج المشاكل لدينا، عندنا مشكل النسب، هذا مشكل ديني. كيفاش تشد واحد تقول له هكا فلان راه ولدك؟ النسب الولد للفراش ومحدد النصوص القانونية، صح؟ نسبة دينية. جرى دائما الآن غير كل شيء. الصد واش الفقهاء ديالنا يسمحوا لنا نديروا النسب لدينا ولا لا؟ هذا قرار فيه فتوى بالإفتاء لأنه لا يحرم ولا يحلل إلى آخره. عندنا موضوع آخر مشينا ليه في القانون، فينا هو السي رشيد، راهو القانون السي رشيد قد أصدر واحد الحكم جميل. لدين وسيلة علمية لا يأتيها الباطل لا من أمامها ولا من خلفها. قلنا مزيان، أش غادي نديرو؟ عندكم نخلع الشباب. راه خلعتي الشباب. أطفال ديال النساء العازبات. المرة درت خطأ وعاونها. أنا ما ندخلش فيه. ولكن داك الطفل راه مغربي. المرأة دارت خطأ الله يعاونها، أي مرضت ولكن داك الطفل مغربي. هذا دو زيليمون كونتراديكتوار، علاش هي بغات دير هذا الخطأ؟ راه دابا بحد ذاته هذا القانون راه هو نوع ما راه تشريع راه تحريض على سميتو على الفاحشة. باش نكونوا فاهمين، انت راه كتشجعها راه بهذا القانون اللي تدار راه يجي تشجع الأنت باش تمشي دير هذا الشيء باش تولي سينجل مام. دونك المسألة دابا راه ماشي هي هي غلطات خصنا نعاونوها ياك، هذا الشيء اللي كاين هي غلطات الله يعاونها، ولكن هذاك الطفل مغربي هذا ديال ماشي منطقي الإخوان. هذا الشيء هذا ماشي منطقي، هذا بحد ذاته تحريض على الأنثى باش تولي سينجل مام. أمهات العازبات غتولي دايرها ان بروجي، دايرها ان انفيستيسمون، غتولي دايرها بريكول، هادشي عارفينو حنايا. انت ملي غيخرج هاد القانون غيخرج في حيز التنفيذ وغيولي منفذ وجاري به العمل، غتولي الأنثى كتشوف هذا بريكول، راه هو بريكول. غتولي تمشي دير علاقات غير شرعيه مع اي واحد ويزلق البيبي وهي تولي كتخلص عليه، هي حققت غريزه الامومه بلا ما تزوج. دابا هادو شافوا الشباب عازفين عن الزواج تيقول ليه وتعالى ما بغيتيش تزوج واجي نعاقبك بهاد اللعبه هادي، ما بغيتيش تزوج راه تمشي تجيب شي ولد مع شي وحده راه غادي تخلص عليه. شي استراتيجي، هادي هي استراتيجي، هي هادي تعاقبك حيت انت ما بغيتيش تزوج، حيت انت ما بغيتيش تدخل لهم في داك الشيء ديالهم، انت ما بغيتيش تدخل لهم صفوفه. دونك اش كدير؟ هما عارفينك انت تعمل علاقات غير شرعيه، و تيقول لك الا عملتي علاقات غير شرعيه وطاح ليك شي ولد زلق ليك راك غتخلص عليه. دونك هي غلطات الله يعاونها، هو الا غلط ما الله يعاونوش.
ها انت نتمعنوا في هذا الخطاب، هذا الخطاب راه حنا غنتمعنوا فيه. هم دوك الاطفال ديال النساء العازبات، المراه دارت خطا وعاونها، معاونها انا ما ندخلش فيه، ما ندخلش فيه، ولكن داك الطفل راه مغربي، راه عندنا في الحقوق خصنا نهتم به ونوفر له شروط، وإلا كان ضروري نعوض المرأة باش تقابلو نعوضها. يعني أم، وبالنسبة للا دي ان، شنو الموقف ديالكم في إثبات؟ لا دي ان طرح مشكل في القانون الجنائي. طرحنا نقاش كبير، نقاش طويل. أنا جالس نضل في هذيك الوزارة كنفكروا. كان عندنا نقاش عميق في هذا الموضوع. أولا تطرح جوج المشاكل لدي ان. عندنا مشكل النسب، هذا مشكل ديني. كيفاش تشد واحد؟ دابا ولا ديني. فلان راه ولد دابا تيدخلوا دين، قانون ديني وقانون غير ديني ولا ديني. صحيح بصح ديني جرى الان، غير كل شيء. الصوت واش الفقهاء ديالنا دابا راه غيكثروا هذوك اللي غادي تمشي تحمل مع واحد اخر مع ابو كارطونه وتجي عند بيخي وخلونا تلصق فيه تقول لي راه ولدك هذا تخلص عليه. يلا قال لك المساله لا دينيه دينيه بولشيت بولشيت بولشيت. هم دوك الاطفال ديال النساء العازبات، المراه دارت خطا وعاونها، انا ما ندخلش فيه، ولكن داك الطفل راه مغربي، راه عندنا في الحقوق خصنا نهتم به ونوفر له شروط، والا كان ضروري ماشي الدوله اللي خصها تعتني به حيت مغربي. بالنسبه للا دي ان، شنو الموقف ديالكم في اثبات؟ لا دي ان طرح مشكل في القانون الجنائي، طرحنا هذا النقاش كبير، نقاش طويل. أنا جالس نضل في هذيك الوزارة كنفكروا. كان عندنا نقاش عميق في هذا الموضوع. أولا تطرح جوج المشاكل لدي ان. عندنا مشكل النسب، هذا مشكل ديني. مشكل ديني كيفاش تشد واحد تقول له هكا؟ هو القانون ماشي ديني. ومسألة ديال النسب راه ديني. الوالد ولد فراش ومحدد النصوص القانونية، صح؟ نفسها أنها دينية. شو سيمين طاكتيك؟ صح. الآن غير كل شيء. الصوت واش الفقهاء ديالنا يسمحوا لنا نديروا النسب لدين ولا لا؟ هذا القرار فيه فتوى. سنتسناو صحاب الفتوى. لا يحرم ولا يحلل الى اخره. عندنا موضوع اخر مشينا ليه في القانون، فينا هو السي رشيد، راه القانون السي رشيد قاد يصدر واحد الحكم جميل. لدين وسيله علميه لا ياتيها الباطل لا من امامها ولا من خلفها. قلنا مزيان. اش غادي نديرو؟ عندكم نخلع الشباب. وراك خلعتي الشباب. والشباب كاع ما بغاش يتزوج ليه ملح. المرأة دارت خطأ وعاونها. سير إخوان المغالطات هذا الدخيل والخريج في الهضرة. مسألة لا دي ان خصنا الفتوى، مسألة دينية. أيام. وهو القانون اللي مخرج راه ما عنده حتى علاقة بالدين بعدا. هذا القانون هذا راه عنده حتى علاقة بالدين. ومسألة ديال لا دين راه مسألة دينية. البولشيت بولشيت بولشيت، هذا هو البولشيت راه هذا بحد ذاته. هاد الشيء هاد المناورات راه بحد ذاتها إلا هي تشجيع الأنثى باش دير هاد الشيء هذا باش تولي سينجل مام. غنبداو نشوفوا الأعداد ديال سينجل مام معمرين السطات ديال دونور والسطات ديال مراكش. غتولي تلقى 900,000 وحدة سينجل مام وما عزيبة أمهات عازبات، وغتبقى تمشي تجيب ليك بيبي من عند ميخيبو خنونه وتجي تلصقو فيك انت. يلا ونشوفو هاد المسألة ديال لا دي ان. إخوان هادو هما المناورات، راه هادا راه حنا نقراوها، نقراو التعاليق باش نشوفو التعاليق ديال الناس. هم الأطفال ديال النساء العازبات، كاين اللي يدير أي حاجة على طرف ديال الخبز. ها هذا واحد توا من الاخوه اللي داخلين في الاكاديميه. خصنا نهتم به ونوفر له شروط، والا كان ضروري نعوض المراه باش تقابلو نعوضها. اخطاء المصائب. بالنسبه للا دي ان، شنو الموقف ديالكم في اثبات اخطاء المصائب اللي درتو انتوما؟ شكون يخلص المصاريف ديالها؟ هو باز انت اي وحده وانت كتقايلها هاد الكومونتير. كان عندنا نقاش عميق في هذا الموضوع. اولا تطرح جوج المشاكل لدي العدل، انت اللي غادي تدمرو بعد التعسفات ديالك، راك غادي تخرج على منظومه القضاء وترجع على سنوات قمريه مضت. ها الاخوان النسب، الولد للفراش ومحدد النصوص القانونيه، صح؟ نفس هذا
جرى الدائن الان غير كل شيء. كمل سي راك خدام انت والعيسى راه مع ابليس حلفتو تخرجون على المله ولكن هيات بسم الله الرحمن الرحيم ومن لا يحكم بما انزل الله فلا هم الكافرين. راه هذا راه بحد ذاته هذا تشجيع راه كتشجع انت هذيك الاونده راه كتشجعها راك انت بهذا الشيء اللي كدير راه كتشجعها باش تولي سينجل مام راه هذا هو المشكل. وانت الاخوان حبيو راسكم اللي كيعمل علاقات غير شرعيه أو اللي تيقول لك سميتو ما نستعملش الوقيت الذكري اي راه تيجي تتجيني هريره راه اللحم على اللحم كتضحك وتعطي السخونيه وكذا وهذاك الشيء والوقيت الذكري احضي راسك ولدي ولا جالك شي بيبي ولا شي ولد الله ولي جات تخلص حتى 21 عام دير لي انت 1000 درهم في الشهر ولا 1300 راه مليون ونص هذيك ضربها في 21 عام وهي شحال اي واحد 30 مليون شويه واحد 35 مليون باش نكونوا فاهمين باش ما تقولش لي لا ولا الوقيت داك وما عارفينك ما باغينش تتزوج وما كاين عزوف عن الزواج انا عرفت هما علاش كيديروا هذا الشيء هذا كاين عزوف عن الزواج تيقول لك ما بغيتيش تتزوج بغيت تبقى ديري علاقات غير شرعيه راه الا زلق لك الولد راك غتخلصو صافي تيقول لك واه دينيه واه تيخرج في الهضره وتيدخل ويخرج في الهضره مسألة ديال الدين مسألة علمية وهذاك القانون اللي خارج انت ما عنده حتى شي علاقة بالدين ولا بدا شي حاجة ولا مسألة النسب خصي تخرج لنا فتوى من عند سميتو بولشيت بولشيت المغالطات ما عرفناش دابا نشدوز حنا البلاد عندها مرجعية إسلامية ولا عندها مرجعية لا دينية ولا علمانية ولا علم ما في الله ما باقي فهمت انا وحنا ولينا كتبان العلاقة كلها خسارة والعلاقه الطويله حنا كتبان لينا كلها خساره لا زواج لا حنا مقاطعين هذا الزواج حنا الميكطاو حنا الميكطاو وسميتو ما كاينش غير الميكطاو حنا العلاقه او اخوك بايز الفا وصل لواحد النيفو كتبان ليه العلاقه كلها خطيه تتقول لي انت والعلاقه كلها خطيه انتوما كتسمعوا الاخوان ها باش ما تقولش انا ما قالش ليا ولا راه مشيتي زلق واه شوف راه هادشي كيشجع الانثى باش ديفلوبي مهارات خطيره راه تكون بدي الفروسيه كل وقت انا هذه وحده خبيته ديال داكلاويت راه تكون تتمارس معاها بالواقي الذكري ولا شي حاجه يكون عندو داك الضفار وتضرب هكا داك الواقي الذكري ويتقاب ويدوز دوز العمليه الرق الرقه وزلق فيك الولد سير قول لها تحيدو والله لا حيداتو بالله والله لا حيداتو سير قول لها تحيدو سير قنعها باش تحيدو والله لا حيداتو وهذا الشيء وقع هنايا راه وقع هنا حنا هنا في كندا راه حنا سابقين حنا راه سابقين هذاك الشيء اللي غيطرى من دابا 40 عام في المغرب راه حنا راه وقع لنا هنا 20 سنه ولا 30 سنه ماشي مشكل دونك الاخوان المساله راه خاصها تخاد بجديه راه هادشي ما تيضحكوش باش نقول لك كاع اللي داك تيعمل علاقات بلا واقي ذكري لا والو احيانا غتجيب لك وحده غتمشي تجيب لك وحده ولد وتجيبو لايف اليومين راجل ذو قيمه عاليه وتقول لك راه ولدك يلا تقول لك هذا راه ولدك وحده كتعمل علاقه مع 100 واحد مع 100 راجل وتحمل معاه واحد وتمشي تنصب على واحد شنو هذا راه بحد ذاته هذا تحريض على الزينه والفاحشه راه بحد ذاته هادي اش تنقول لك سيري ولي سينجل مام شنو هذا التخربيق هذا كنشجعك باش تولي سينجل مام باش تولي ام عزيبه ماشي مشكل سيري اعملي علاقات والا خويا طاح شي بيبي زلق راه غادي يخلصو واه يجي يخلص لك على داك الولد وهي هادي فين هي الدولة المرجعية الإسلامية ولا فين هذا الشيء شتي تجي عندي دوك صحاب دوك المتشددين واخويا واه وري دبير يلاه وشد وهضر على هاد الشيء هذا هضر عليه نتوما حد قال تشدو في الري دبير وري دبير بزاف عليك هذاك تيقول لك هذاك تلقاه مكبوت سير بلا ما نطولوش في الهضرة دونك الإخوان الميساج راه مفهوم الميساج راه مفهوم هي غلطات الله يعاونها هي غلطات الله يعاونها هي واش نديرو وراه غير واخا غلطات الله يعاونها راه الراجل هو اللي غيخلص على داك الولد علاش ماشي هي لا غلطات هي اللي غتخلص على داك الولد
يا صاحبي كيفاش نورمالمون يا غلطات هي اللي خصها تخلص الثمن تاع داك الغلط اللي غلطات. الا هي غلطات هذاك الاخر هذاك اللي معاه هو اللي غيخلص على هذاك الغلط اللي غلطات. صاحبي واش il prend des allées il prend les gens pour des cons تيبان لهم واش كلشي حمار تيبان لهم واش تيبان لهم واش كلشي بي قال لك ابو مين يسخلعوا الشباب ما باش يخلع الشباب ورا الشباب راه ما بقاش بيتزوج ما بقاش كاع بيدير هاد الشيء اللي تهضر عليه انت. هو بيعاقبك حيت انت ما باغيش تزوج انا عرفته ما بغيتيش تزوج غنعاقبك ما دورتيش ليكونومي بالزواج غدورها بحاجه اخرى يلا صافي تشايلد سبورت تشايلد سبورت صافي هادشي اللي كاين. اش ولينا بحال كندا انا بلاد راه فقيره صاحبي راه دوله فقيره صاحبي كذا انت بالطبع قوانين ديال هنا وسميتو البادجيت ديال هنا راه ماشي هو القوانين والبادجيت ديال المغرب باش نكونوا فاهمين نتقارنوا ما نقلقاش قارنوا تز مع الحمد لله باش نكونوا فاهمين ما يمكنش جي العكر على الخنونه العكر على الخنونه الناس مضاربه مع البوطه 120 100 ما نبقاش نهضروا عاوتاني نخرجوا على صوب الموضوع هاديك القرايه وديك الخدمه ديال هنا راه تبروجتيها تما في المغرب تعطيك كارثه تعطيك كارثه وهادو تيلا داروا هنا راه تي راه لي طالع دينيين دوله ملحده كندا دوله ملحده انت غدير انت دوله مرجعيه اسلاميه وثقافه ودرتي هذاك الشيء ما جاتش معاك بوطو باش نكونوا فاهمين ما جاتش معاك. والمهم اخوان نتمنى يكون الميساج مفهوم. كان معكم خوكم بايز الفا وانا علمت راه غادي راسك في النخاله غينقبك الدجاج باش نكونوا فاهمين. الى عجبك الفيديو اعمل لايك في الزر البوطونه ديال الاشتراك وخلي لي شي تعليق عالمي راه مازال جيل العالميه ديال العالميه وطلعوا الاخوان.